يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء. يبحث الاجتماع عددا من الملفات الاجتماعية والاقتصادية وتقارير الوزراء المختلفة، فضلا عن مناقشة الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك. وخلال الاجتماع استعرض المهندس خالد عبد العزيز وزير الرياضة تقريرا حول افتتاح بطولة العالم للتايكوندو غدا بشرم الشيخ، وكذلك نتائج الجمعية العمومية الخاصة لنادي هليوبلس لمناقشة اللائحة. وقال عبد العزيز إن المجلس استعرض اللوائح الخاصة بالجمعيات للأندية والانتخابات للأندية بداية من سبتمبر القادم ولمدة 3 أشهر. وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن الحكومة وضعت قانون جديد ليكون للأندية الحق في وضع الانتخابات. وجدد الوزير تأكيده بأن القانون نقل صلاحية الوزارة للجمعية العمومية للأندية، وأن الحكومة ليس لها دخل بتلك الانتخابات.